أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم التأخر في تزويج الولد أو البنت، وما الأسباب المترتبة على ذلك؟ تجب المبادرة بتزويج الابن أو البنت إذا استطاع الوالد ذلك بالنسبة للولد، والبنت إذا تقدم لها كفء ترغب فيه وتريده يجب أن يزوجها به. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذا كان يستطيع أن يزوج ابنه فيجب عليه ذلك، إذا كان الابن لا يستطيع أن يزوج نفسه فإن والده يزوجه، هذا من حقوقه عليه ومن النفقة الواجبة له على والده، وهذا من الأمور الواجبة، لا يجوز التساهل في هذا الأمر. والبنت إذا تقدم لها كفء ترغب فيه يجب عليها أن يزوجها، فإن امتنع فهو قد ضرها وظلمها، وهذا من العضل المحرم. نعم.